انا مش هنا علشان اتحايل عليكي، انا هنا عشان الاقي حل ليكي ولينا. وانا مش عايزه منك حلول، مش عايزه منك حاجه، كفايه قوي اللي حصل لي بسببك. ده مش موضوعنا دلوقتي، احنا ما بقاش مطلوب مننا ان احنا نقبض على سليم، بقى مطلوب مننا ان احنا نوقف اللي هو بيعمله مهما كان اللي هيحصل. يعني ايه؟ تقتلوه؟ اللي بيعمله سليم لازم يقف، ما عادش عندنا استعداد ان حد تاني يموت بسببه. وانا ما عنديش استعداد ان انا اكون السبب في موته، لو ده اللي انت جايبني عشانه فانا اسفه، ما عنديش حاجه اقولها لك. مصير سليم دلوقتي متوقف على اللي هتقرريه. عايزينك تساعدينا في القبض على سليم. انا مش هساعدكم، مش هيحصل وقت. ادم لو يهمك مصلحه سليم وانه يتقبض عليه عايش يبقى لازم توافقي، واسمعي اللي انا بقوله، فكري فيه شويه، بلاش تردي عليا كلمه بكلمه. ما عادش حد هنا في الوزاره يهمه اذا كان يتقبض على سليم حي او ميت، ولا حتى انا كل اللي فارق معايا دلوقتي هو انتي عايزه ايه، عايزاه عايش ولا لا. ما هو هيعيش ازاي؟ انتوا لو قبضتوا عليها تعدموه. تبقي خدي حقك بالقانون، اطلبي اعاده محاكمه، قولي عليه مجنون يا ستي، وعرضيه على دكاتره، اعملي اللي نفسك فيه. لكن طول ما هو هربان انا ما اضمنش ممكن يحصل فيه ايه. اذا كان يهمك ان سليم يتقبض عليه عايش يبقى لازم توصلينا ليه. انا اسف طبعا ان انا بحطك في الاختيار ده، بس انا ما قداميش حل تاني. حطي نفسك مكاني. ايه المطلوب مني؟ هتفضلي معانا هنا لغايه لما يتصل بيكي، وهيتصل بعد ما يعرف ان احنا قبضنا عليكي، ساعتها بس هقول لك هتعملي ايه بالظبط. أنا مش عايز أي عمليات فردية طول الفترة اللي جاية. اللي حصل امبارح ده لازم الدنيا سليم أنت رايح فين؟ ناقصاني شوية حاجات رايح أجيبها. طب تعالى أنا عايزك شوية. بعد إذنك يا أخوانا. خمسة كده. اقعد يا سليم. خير؟ أنا عارف إنك لسه متضايق. فاهم كويس اللي انت حاسس بيه ومقدره، بس انت الوحيد اللي عارفني يا سليم. سنين معايا واقف في ظهري، وعارف ان انا ما بعملش حاجه غير خوفا عليكم او على رسالتنا. كانت رسالتنا، كانت اللي بيننا دلوقتي مصلحه وبس. ماشي، بكره تعرف وتقدر إن كل اللي بعمله ده كان عندي حق فيه. على كل حال خلينا في الشغل زي ما أنت بتقول. خلينا نشوف هنعمل إيه مع صبح الغنيمي. قريت اللي طلعته من الكمبيوتر بتاعه؟ قريت. شفت كل وسخاته؟ عشان تعرف بس إن أنا عندي حق. على كل حال أنا جاتلي معلومات إن هيعمل المشوار إياه النهارده. هكلمك في التليفون أول ما أتأكد. طبعًا أنت عارف هتعمل إيه. عارف. عايز مني حاجة تانية ولا ممكن أمشي؟ في رعاية الله يا سليم. رعاية الله. ردي.
الو. ايوه يا سليم. قبضوا عليا بس خلاص خرجت. مفيش قعدوا يستجوبوني ويسالوني عنك، بس انا قلت لهم ان انا معرفش اي حاجه. لا 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 لا، انا كويسه صدقني، انا كويسه. سليم، انا عايزه اقابلك النهارده، في موضوع مهم كنت عايزه اتكلم معاك فيه. لا، الليله دي فين؟ يشك في اي حاجه، واحنا هنبقى حواليك. يا انتوا هتقبضوا عليه بس سليم هيفضل عايش، مش كده؟ ايوه بهاء، انت فين؟ انا جاي لك حالا، انا في الطريق اصلا. يلا. لا لا، ما تخافش، مش هتأخر. يلا سلام سلام. نوع حبيبي، معلش، عايزيني جدا في الشغل، لازم اتحرك حالا. ولا يهمك، بس ممكن تبقى تكلمني تطمني عليك؟ ما تقلقيش يا نوع، ايه القلق الزياده ده؟ هتبقي عامله زي امي. الله، يعني انت كمان مش عايزني اقلق عليك؟ يا ستي ما تخافيش، انا بس هروح بسرعه اشوف ايه في الشغل واطمنك على طول. ما تقلقيش، خير ان شاء الله. تكلمني. هخلص واكلمك على طول. باي. الو. لا، انا مامة غادة. مين معايا؟ خالد، الحقني يا خالد، غادة اتقبض عليها. كله تمام، بس انا عايز الناس اللي موجوده هناك تكون لابسه مدني لحد سليم ما يجي ويخش المكان، عشان ما يحسش باي حاجه. الموضوع في منتهى الخطوره، عايزه يتم بسرعه وبدون خسائر. وكمان لازم نأمن الشوارع القريبة ونعمل فيها لجان، عشان لو هرب لازم يا جماعة نكون جاهزين لأي احتمال. وأنا وبهاء يا فندم هنبقى قريبين جدا من غادة، لو سليم ظهر هنحاول في الأول نتعامل معاه لوحدنا. وأنا واللواء صبري هنكون على اتصال بيكم، المهم الموضوع يخلص من غير شوشرة، دي فرصتنا. لو نجحنا هنقبض على سليم، لكن لو ما حصلش لأي سبب مش عايز كلمة واحدة تتسرب. كلامي واضح؟ يا فندم، بس سيادتك لازم نكون متأكدين فعلا إن سليم جاي. هيجي مدام غادة كلمته، يبقى أكيد هيجي. مش هنمشي النهاردة لما نجيب أمه. أنا النهاردة يا قاتل يا مقتول. يلا غادة، يلا غادة. يلا ما تقلقش، ان شاء الله مش هنسيب حاجه تحصل لها. يلا. عايز ايه يا صالح؟ زلي بالكلام يا شيخنا. كلم الباشمهندس سليم. بصراحه كده مش عاجبني اللي بيعمله، لا انا ولا باقي الاخوه. ماشي بمزاجه، ولو اتمسك كل اللي بنعمله ده هيضيع بسببه. احنا كمان ممكن يتقبض علينا. ايه كمان يا صالح؟ مفيش، انا بس عايز افهم ساكت عليه ليه؟ قول لي يا صالح،
مين ولي الأمر هنا؟ ليه يا شيخ؟ عشان محدش فيكم قادر يقدر الحمل اللي أنا شايله قد إيه. الإمارة أمانة يا صالح، وأنا لا طلبتها ولا رغبت فيها، بس رضيت أحملها وأنت بايعتني عليها. فلما تيجي بقى وتعرضني على كل قرار أخده وتفضل تزن على دماغ إخواتك، ده يبقى اسمه فتنة. فتنة أشد من إيه يا صالح؟ من القتل يا شيخنا. كويس إنك عارف، علشان مش هعيد الكلام ده تاني. أمرك يا شيخنا. امشي وياك تسألني في اللي مالكش فيه تاني، فاهم؟ حاضر.